المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء من قناة الشروق. كالمعتاد نبدأ بالعناوين. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا لمناقشة مشروع ميزانية العام 2020. النائب العام يتعهد بملاحقة ملفات الفساد واسترداد الأموال المنهوبة داخل وخارج البلاد. لجنة الوساطة بمفاوضات السلام في جوبا تستمر في مشاورات متعددة بين كل الأطراف في العملية التفاوضية. أهلا بكم. عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك خصص لمناقشة موازنة العام 2020. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني لمجلس الوزراء للتداول حول الميزانية، وقال إن الميزانية تقترح رفع الدعم عن البنزين والجازولين بصورة متدرجة، موضحا أن ذلك سيقابله مضاعفة مرتبات العاملين بالدولة فضلا عن الدعم الاجتماعي النقدي المباشر للقطاعات الفقيرة، إضافة إلى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لتحقيق مجانية التعليم والعلاج بالمستشفيات الحكومية. وأضاف وزير الإعلام أن مجلس الوزراء أقرر بأن تطرح هذه القضايا لحوار مجتمعي مع القطاعات المختلفة من الشعب للاستماع إلى الآراء حولها، كما سيتم طرح أكثر من بديل من خلال هذه الحوارات حتى يرى المواطنون الخيار الأكثر مقبولية، مبينا أنه سوف يكون هناك شفافية في طرح المعلومات والأرقام بشكل واضح للجماهير. تعهد النائب العام تاج السير الحبر بملاحقة ملفات الفساد واسترداد الأموال المنهوبة داخل وخارج البلاد. وأوضح الحبر أن النيابة أعادت فتح ملفات الفساد التي تم التحفظ عليها من قبل النائب العام الأسبق، إلى جانب فتح بلاغات في كل من أشار إليه الرئيس المعزول بتسلمه لأموال في الدعوة التي كانت موجهة ضده. وأشار الحبر في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم عقب مشاركته في مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الفساد الذي انعقد بأبو ظبي، أشار إلى أن النيابة تقدمت بمقترحات لتعديل قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد وتعديل القانون الجنائي، وإضافة مادة تخريب الاقتصاد واستغلال النفوذ الوظيفي من أجل تشديد العقوبة للمتلاعبين بالمال العام. فكانت تطلع عدة تقارير بتشير إلى مواقع الفساد، كانت ما في زول مهتم بها. أيضا بدأت بعض يعني المحاولات الخجولة جدا بفتح بعض الملفات، لكن كل هذه الملفات وقفت عندما اصطدمت بوجود النافذين والمتنفذين في السلطة في ذلك الوقت في استمرارية إجراءات التحري والتحقيق. فأنا وجدت قدامي عدد من الملفات صدرت فيها أوامر بوقف إجراء التحقيق والتحري، وفي البعض صدر لسوء الحظ يعني قرار من النائب العام الأسبق بوقف الإجراءات تحت المادة 58، رغم عن أنها هي دعوى فساد يجب أن تذهب إلى المحاكم. فإما يكون الشخص مذنب ويعاقب، وإما يكون ما عليه شيء ويعني يفرج عنه. وفي السياق، أعلن النائب العام الشروع في فتح ملف قضية دارفور والتحقيق مع كافة المتورطين فيها، وحول قرار المحكمة الدستورية الخاص بإطلاق سراح عدد من المعتقلين من رموز النظام السابق، قال إن المحكمة لم تخاطب النيابة العامة، مشيرا إلى أن معظم الأشخاص المفرج عنهم يواجهون بلاغات جنائية غير مسموح فيها بالإفراج بالضمان المالي وتصل بعضها عقوبة الإعدام. المحكمة الدستورية إحنا ما خاطبتنا، لم تخاطبنا انه هل الناس زيل انتوا عندكم عليهم بلاغ او غيره، عشان كده ما كان في سبب نحن نرد على المحكمه الدستوريه في قبل صدور او نتدخل في الدعوه الدستوريه المرفوعه من المحكمه الدستوريه. لكن لو كان خاطبتنا المحكمه الدستوريه كنا وضحنا الامر في انه هؤلاء الناس كلهم يواجهون اتهامات تحت المواد مختلفه من القانون، في بعضها يصل لمرحله الاعدام، بعضها غير قابل ذاته للإفراج بالضمان.
فده فيما يتعلق بقرارات المحكمة الدستورية اللي صدرت. نحن بنحترم جدا أي قرار يصدر من أي محكمة. المحكمة الدستورية هي على قضاء موجود في السودان، لكن نحن رأينا واضح أنه كل الناس ديل هم الآن قيد التحقيق في بلاغات جنائية فيها تحريات بتم. أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أن قوات الدعم السريع هي جزء أصيل لا يتجزأ من القوات المسلحة، وهي تقوم بأدوار كبيرة ومقدرة في توفير الأمن والاستقرار. جاء ذلك لدى مخاطبتي بقاعدة جري العسكرية ضباط وضباط صف وجنود قوات الدعم السريع. وجدد البرهان ثقته الكاملة في القوات بل قوات الدعم السريع لحماية الحدود ومكافحة الجريمة العابرة والهجرة غير الشرعية. وعلى صعيد متصل، أعلن قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو استعداد قوات الدعم السريع لحفظ أمن واستقرار السودان وحماية ثورة الشعب ومحاربة الإرهاب. قال نائب رئيس لجنة الوساطة بمفاوضات السلام الجارية في جوبا هذه الأيام ديو مطوك إن مقر التفاوض يشهد مشاورات متعددة بين كل أطراف العملية التفاوضية، مؤكدا أن المفاوضات تمضي في الاتجاه الصحيح وأن هناك تقدما بكل المسارات. وتأجلت جلسة المباحثات بين الوفد الحكومي والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي كان من المقرر انعقادها يوم الأحد إلى الاثنين لإجراء مزيد من المشاورات. وقال مطوك إن مقر التفاوض يشهد مشاورات متعددة بين كل أطراف العملية التفاوضية، وأكد أن المفاوضات تمضي في الاتجاه الصحيح وأن هناك تقدما في كل المسارات. وأضاف سوف يتم التوقيع على اتفاق السلام والذي سيحدث ويحدث التوافق بين كل السودانيين. وصل وزير النفط بدولة جنوب السودان دانيال شوانغ إلى الخرطوم للتوقيع النهائي على تمديد الاتفاقية الخاصة بالنفط والترتيبات الاقتصادية المرتبطة به حتى مارس من العام 2022. وقد اتفق السودان وجنوب السودان في 28 من نوفمبر الماضي على تمديد الاتفاقية الخاصة بالنفط والترتيبات الاقتصادية المرتبطة على مستوى اللجان الفنية برئاسة وكلاء وزارة النفط بالبلدين. أكدت حكومة غرب كردفان تعاونها التام مع مفوضية ترسيم الحدود وتزويدها بكافة المستندات الخاصة بحدود الولاية مع دولة جنوب السودان، إضافة إلى الحدود الإدارية بالمحلية. وقال والي غرب كردفان المكلف عبد الله محمد عبد الله خلال اجتماع حكومته مع وفد المفوضية، قال إن ولايته تقع على الشريط الحدودي مع دولة جنوب السودان، مشددا على ضرورة ترسيم الحدود لتفادي الكثير من الإشكالات التي تنجم بين الدول. كما أكد والي غرب كردفان أن معبر الميرم الحدودي مع دولة جنوب السودان سيتم إنشاؤه بناء على الحدود الرسمية الذي سيتم الاتفاق عليها بين الدولتين. ولاية غرب كردفان ولاية حدودية تجاور دولة جنوب السودان بحدود طولها أكثر من 300 كيلومتر. أيضا من اختصاصات المفوضية القومية للحدود ترسيم المسارات، خاصة وأن ولاية غرب كردفان يعني لها مسارات مرتبطة بدولة جنوب السودان بحركة الرعاة من الجنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى الجنوب في فترتي الصيف والخريف. أيضا من أهمية هذه الزيارة، أيضا تختص هذه المفوضية بترسيم الحدود لإنشاء المعابر الحدودية بين هذه الدول، خاصة وأننا بصدد فتح معبر الميرم الذي يقع على حدود ولاية غرب كردفان مع دولة جنوب السودان. ونؤكد من هذا المنبر للإخوة في المفوضية أن هذا المعبر يجب أن يقوم على الحدود المتفق عليها بين دولة بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان. وفي ذات السياق قال رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود معاذ أحمد تانجو أن زيارتهم لولاية غرب كردفان جاءت بغرض تنوير حكومة الولاية والمهتمين بمهمة المفوضية رؤيتها في عملية ترسيم الحدود ووضع المعابر والمسارات، مشيرا إلى أن المفوضية عقدت عدة لقاءات تفاكرية في هذا الجانب. هذه الرحلة الغرض منها هو غرض تعريفي لمقابلة
الوالي والإدارة الأهلية والوزراء والمدراء العامين والإدارة القانونية والنيابة والقضاء أيضا للتفاكر والتعريف بمهمة المفوضية القومية للحدود وسعيها ورؤيتها في عملية ترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان، وأيضا شرح معمق لمهمة المفوضية في موضوع المسارات الرحل وأيضا وضع المعابر وغيرها من المواد. حيا السودان جهود المملكة العربية السعودية ودعمها المتواصل له في المجالات المختلفة. وقال رئيس هيئة الأركان بقوات الشعب المسلحة محمد عثمان الحسين خلال تدشينه من الحملة الثانية لجراحة القلب المفتوح بمستشفى علياء، والتي تأتي بدعم من مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثية والهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية، قال إن الخرطوم والرياض يربطهما مصير مشترك، مضيفا أنهم يتطلعون لتعاون بين البلدين في المجالات الطبية وصولا لزراعة الكلى والكبد. أحيي هذا الجهد ونبارك، ونقول نتطلع للجهود التي ذكرت في بداية الحديث من العمل في زراعة الكلى والعمل في زراعة الكبد وبقية الأنشطة المأمول إدخاله في مثل هذا البرنامج. وحقيقة نحيي القائمين على أمر العلاج في الخدمات الطبية السودانية وفي مستشفيات علياء، ونقول نحن معهم سنرعى كل جهد مخلص من قبلكم يدخل عبر الخدمات الطبية للشعب السوداني في هذا البلد. من جانبه قال السفير السعودي لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر إن مركز الملك سلمان ينطلق بهذه الرسالة الإنسانية لكل الشعوب دون تمييز في لون أو دين، مؤكدا أن هذه الحملة تؤكد مدى اهتمام الملك سلمان بأهل السودان. نسعد بأن نكون في هذا المستشفى لندشن المرحلة الثانية من جراحة القلب المفتوح في مستشفى عالية القوات المسلحة بالتزامن مع برنامج القسطرة في مستشفى أحمد قاسم وبرنامج القسطرة والقلب المفتوح في مستشفى ود مدني. هذه أعمال خيرة تنم عن مدى رغبة المملكة العربية السعودية. قالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي انتصار صغيرون إن واقع التعليم العالي في الجامعات المختلفة بالبلاد لا يشرف أبدا، مشيرة إلى التوسع الكبير الذي شهده خلال المرحلة الماضية على حساب الدولة. وأكدت لدى مخاطبتها اللقاء التفاكري حول محاور سياسات التعليم العالي والبحث العلمي أن الكثير من الجامعات لا زالت تفتقر إلى المعامل والمعينات اللازمة، كما أن معظمها لا زالت قابعة في المدارس. وأضافت أن البنيات التحتية منهارة حتى في الجامعات القديمة، ودعا الصغيرون إلى ضرورة تجميع الكليات في مكان واحد من أجل جودة التعليم العالي. نجاح التعليم العالي بيعني نجاح الأطباء، بيعني نجاح المهندسين، بيعني نجاح العمال، بيعني نجاح لكل الناس. فهذا الاجتماع اليوم حقيقة لمناقشة السياسات العامة اللي تعتمد عليها الوزارة. هذه السياسات بتبتدئ بالسياسة بتاعت إتاحة التعليم للجميع طبعا، لكن إتاحة التعليم للجميع ليس على حساب الجودة، جودة التعليم. وهذه واحدة من المشاكل الأساسية اللي بيواجهها التعليم العالي الآن، هو إنه لا توجد بنية تحتية، لا توجد بيئة مناسبة للتدريس، سواء كانت فصول، سواء كانت معامل، سواء كانت حتى البيئة السكنية للطلاب. أيضا مشكلة في البحث العلمي، معينات البحث العلمي من معامل وغيرها،
من كتب، من أكسس للمكتبات وغيرها، وكلها أنواع من أنواع المشاكل. ماذا يحتاج المجتمع؟ هل نحن نحتاج لكل الكليات؟ لماذا هذا التوزيع للكليات بهذه الطريقة؟ مرات بتيجي الكليات بتاعة بيطرة في ولايات جنب بعض، يعني لماذا كليتين في ولايتين جنب بعض؟ لا يزال قرار تجفيف منابر النشاط الطلابي والسياسي داخل حرم جامعة الشيخ عبدالله البدري بمحلية بربر في ولاية نهر النيل، الذي اتخذ منذ تأسيسها بالتوافق، بل اتخذ بالتوافق بين إدارة الجامعة والطلاب محل توافق الطرفين معا. وفقا لذلك لم تشهد الجامعة طوال 11 عاما أي حالة عنف طلابي، وهو ما كفلها الاستقرار والتطور والتوسع الرأسي والأفقي في عدد الكليات ونسب قبول الطلاب السودانيين والأجانب. نحو 7000 طالب وطالبة يدرسون في جامعة الشيخ عبدالله البدري بالقدوة في محلية بربر، يتوزعون في 9 كليات علمية وتطبيقية وتقنية ونظرية. رغم هذا الكم الهائل من الطلاب، إلا أن الجامعة لم تسجل أي حالة عنف طلابي طوال 11 عاما، ذلك بفعل تجفيف منابر النشاط الطلابي بداخلها. المناشط اللاصفية لا تتضمنها سياسة داخل الجامعة، وهذه رغبة من الطلاب وليس رغبة من إدارة الجامعة. كي يستمروا في هذه الجامعة في دراستهم، هم أعلنوا إنه ما تكون في سياسة داخل حرم الجامعة. منذ العام 2011 لم تشهد الجامعة عنف طلابي داخل الجامعة. ولا يبدو قرار تجفيف منابر النشاط الطلابي بمعتركاتها السياسية واستقطاباتها الحادة وقرار أحادي فوقي من إدارة الجامعة فقط، بل بتوافق ورضا طلابها أيضا. صحيح جامعتنا أنه بتفتقد للنشاط السياسي في طيلة الفترات السابقة، فنحمد الله كثير أنه ما كانت الحاجة دي موجودة عندنا. ليه؟ لأنه ما بنقول أنه ما فاقدين للتنمية أو النشاط السياسي، لكن كنا مواكبين تماما للأحداث. إذا كان انغمسنا في جانب السياسة أكثر لكنا ضيعنا يعني موضوع النشاط العلمي. ورغم تقلب جامعة الشيخ عبدالله البدري من جامعة أهلية إلى حكومية إلى أهلية، إلا أنها من أكثر الجامعات استقرارا وتطورا بشهادة الطلاب الذين خاضوا تجربتي الدراسة المزدوجة في الجامعات الحكومية والأهلية معا. أكيد في فرق شاسع جدا بين الدراسة في جامعة حكومية وجامعة أهلية. بنلقى أنه في الجامعات الحكومية أنه يعني المباني يمكن تكون كلاسيكية، أما في الجامعات الأهلية المباني حديثة نوعا ما، وكذلك المناهج والأساتذة أيضا يعني متطورة بدرجة كبيرة. يعني نسأل الله عز وجل أن تجد الجامعة الدعم والرعاية من الدولة. لا يعني أن الجامعة أهلية أن لا تجد الاهتمام من الجهات الرسمية، فهي لبت حاجات لم تلبيها كثير من الجامعات الحكومية الرسمية، وغطت محاور لم تستطع الجامعات الحكومية أن تغطيها. وعطفا على ذلك، فقد استقبلت الجامعة عشرات الطلاب الوافدين الأجانب من العرب والأفارقة، نظرا للمكانة العلمية المرموقة والسمعة الطيبة التي حازتها في الآونة الأخيرة. سبب اختياري لهذه الجامعة وهو سماعي عن الجامعة بأنها متميزة في العلوم الطبية. جامعة الشيخ عبدالله البدري كما نرى هي متميزة كذلك في توفيرها سكن للطلاب، وكذلك البيئة المحيطة بك بيئة تساعد على التعليم وتساعد على الجد والاجتهاد. وتنظر جامعة الشيخ عبدالله البدري بعين الرضا لدورها ورسالتها تجاه المجتمع من خلال برامجها الخدمية وأبحاثها العلمية الميدانية، بجانب انفتاحها وتفاعلها المتناميين مع الأهداف والغايات التنموية الولائية والقومية. عصام الحكيم، الشروق، ولاية نهر النيل. تم بمنطقة أبو هشيم بشرق النيل توقيع صلح بين قبيلتي الحسانية والكبابيش، وذلك بحضور زعماء القبائل والعشائر والشيوخ ورجال الطرق الصوفية والسلطات المحلية والشرطة والمنظمات الخيرية. وأكدت هذه الخطوة على قيمة التسامح والتصالح والتسامي فوق الجراح التي تميز السودان وأهله. نشكر كل القبائل التي وقفت معنا وساهمت معنا في هذا الفقد الجلل بوقفتهم الكبيرة بمالهم وبجهدهم وبفكرهم حتى تكلل هذا الصلح أو العفو الذي نحن نبتغي فيه الأجر أولا عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، ده يوم الله سبحانه وتعالى يرضى به للعباد وللعفو والإصلاح بين الناس، ومن عفا وأصله أجر على الله.
هذه ديدن السودان كله، وليس ديدن الحسنية براهن الجميلية، ديدن الشعب السوداني كله، وديدن قبائل السودان كلها. ونحن في هذا اليوم المبارك، وهو لا شك أنه يوم من أيام الله ويوم عبادة، حيث أن نتوقع الآن صلح بين قبيلتين عريقتين، أهن الحسانية وأهن الكبابيش. اليوم ده يوم كبير، يوم أغر الواحد لأول مرة يحس بأنه هنالك مجتمع تربطه يعني حاضنة اجتماعية كبيرة متراصة ومترابطة في الأعمال الكبيرة والصغيرة، ولذلك الواحد فخور بهذا الجمع الكبير. وأنا والله كمعتمد لمحلية شرق النيل لأول مرة أشاهد جمع بالصورة دي لأهل مترابطين وتراصين من أخوان الحسانية والكوابيش والهواوير وجميع وناس أبو دليق وجميع القبائل الموجودة هنا، الواحد حسبهم أنهم رجل واحد. يعني السودان هذا المساء يتواصل بفقراته وفيه بعد الفاصل. مجلس وزراء حكومة ولاية نهر النيل يجيز ميزانية الولاية للعام المقبل. أجاز مجلس الوزراء في حكومة ولاية نهر النيل برئاسة والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد ميزانية الولاية للعام المقبل، والتي بلغت أكثر من 6 مليار. وأكد عبد المحمود بأن الميزانية اشتملت على العديد من البشريات، أهمها خلوها تماما من أي رسوم وضرائب جديدة، وتركيزها على برنامج معاش الناس، وتخصيص نسب كبرى للخدمات الأساسية والتي على رأسها التعليم والصحة والمياه ومشروعات البنى التحتية، وكذلك زيادة الصرف على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وربط الزراعة بالصناعة، والتركيز على مجالات التصنيع الغذائي لإحداث قيمة مضافة لمنتجات الولاية. أجهزنا الحمد لله موازنة العام 2020، وبتأتي أهمية الموازنة بتاعت 2020 باعتبار الموازنة الأولى في ظل حكومة الفترة الانتقالية، وتبنى على أولويات برامج محدودة باستصحاب ما جاء بالوثيقة الدستورية وأولويات مجلس الوزراء الانتقالي. موازنة يعني هادفة جداً بتخدم المواطن في قضاياه الأساسية في معاشه وفي خدماته، خدمات الكهرباء وخدمات الصحة وخدمات التعليم وخدمات الطرق وكل ما يحتاجه المواطن من خدمات. ركزنا بصورة يعني كاملة على الخدمات، وأيضا استصحبنا معانا يعني دعم الجمعيات التعاونية حتى نخفف على المواطن يعني كاهل المعيشة بتاعته. امتدح عضو إعلان الحرية والتغيير خالد ضياء الدين التماسك والروح الوطنية التي أبداها أصحاب المخابز لمواصلة العطاء في ظل الظروف المعقدة التي يواجهونها على حسب تعبيره، مضيفا في اجتماع اللجنة الثلاثية لأصحاب مخابز محلية أم درمان الكبرى أن المرحلة تتطلب التعاون من الجميع حتى ينعم المواطن بثمار التغيير في وقت دفع فيه أصحاب المخابز برؤى واضحة تضع حدا لهذه الأزمة. لا تزال قضية الخبز تراوح مكانها من حيث الحلول الجذرية. أصحاب المخابز بمحلية أم درمان الكبرى كرصفائهم في المحليات الأخرى، وعلى ما يبدو وضعوا في لقائهم هذا يدهم على الجرح. رسالتنا واضحة، يا إما لجان تسيير من قبل أصحاب المخابز نفسهم تشرف على الدقيق بمعاونة لجان المقاومة في الأحياء، وإما الإضراب. فهذا إن صح التعبير قول كل أصحاب المخابز في المنطقة وليس قولي أنا فحسب. لجان المقاومة بعثت بمناشدات عاجلة للحكومة الانتقالية بمجلسيها بضرورة وضع حد لهذه الأزمة المتكررة. أنا بناشد من هنا كل السلطات في الدولة في الحكومة الانتقالية، مجلس السيادة ومجلس الوزراء، بأنه يلتفتوا يعني لأزمة الخبز، وهي واحدة من مسببات الثورة، واحدة من الأسباب التي أدت لاندلاع الثورة هي أزمة الخبز. قوى إعلان الحرية والتغيير التي شكلت حضورا في هذا اللقاء الأم درماني
دعت أصحاب المخابز لمواصلة المطالبة بحقوقهم المشروعة التي تصب في نهاية الأمر في مصلحة المواطن. زي ما في حقوق وفي مشاكل وفي قضايا أساسية لأصحاب المخابز دي مفرغ منها معروفة ومفترض تتحلها كمان مع بعض. لازم أصحاب المخابز زي ما قال إسماعيل في ناس بياخدوا حصة قليلة وفي ناس بياخدوا حصة كبيرة، في ناس ما بيشتغلوا حصتهم الكبيرة ولا حصتهم القليلة، في ناس بيحولوا حصتهم المدعومة لباسطة وكنافة وكيك، وفي ناس دايرين حقهم دي يشيلوه يجيبوه دقيق يحولوه عيش للمخابز. عدالة توزيع حصص الدقيق بين المخابز التقليدية والآلية من قبل وكلاء شركات الدقيق من شأنها تحسين سعر وحجم وشكل قطعة الخبز والقضاء على ظاهرة الصفوف بحسب أصحاب المخابز. مصطفى عبيد الله، أشروق، الخرطوم. ختاما لجولتنا في السودان هذا المساء من قناة شروق، هذا تذكير بالعناوين. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا لمناقشة مشروع ميزانية العام 2020. النائب العام يتعهد بملاحقة ملفات الفساد واسترداد الأموال المنهوبة داخل وخارج البلاد. لجنة الوساطة بمفاوضات السلام في جوبا تستمر في مشاورات متعددة بين كل أطراف العملية التفاوضية. نهاية الجولة، شكرا لمتابعتكم، وللمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارة موقعنا اشتروق.net. أحييكم وفي أمان الله.